نبتدي أول أخبارنا بالنادي الأهلي، وتحدث الجزائري أحمد قندوسي لاعب النادي الأهلي المعار لنادي سيراميكا كليوباترا عن كواليس انتقاله للنادي الأهلي. قال في تصريحات لأون تايم سبورت أي لاعب يتمنى أنه هو يلعب للنادي الأهلي. لما تابعت الفريق في البطولة الإفريقية عرفت أنه نادي كبير قوي، في لعيبة يعني قد يظلوا يلعبوا لمدة 20 سنة وما بيحصلوش على بطولة إفريقية، لكن أنا انضميت للنادي الأهلي ولعبت معاه وحصلت على البطولة. إحنا بالنفس في النادي الأهلي، وعن تنافس النادي الأهلي والزمالك عموما كانوا الاثنين يعني عايزين إن أنا أنضم إليهم. وقال النجم الجزائري كان في أخبار على السوشيال ميديا بشأن اهتمام نادي الزمالك برضو إنه يضمني، لكن ما فيش حد اتكلم معايا رسميا. ووقتها وفاق الصيف ما أكدش الخبر وما أكدش صحة الخبر إنه نادي الزمالك عايز يضمني. وبعد كده اتكلم معايا رئيس النادي وقال لي إنه في عرض من النادي الأهلي وواحد تاني رسمي برضو من الزمالك، وكان عندي عروض من أوروبا في إسبانيا وتركيا وبلجيكا، ولكن العرض المالي الخاص بيهم كان قليل، ونادي وفاق الصيف كان محتاج لفلوس وقتها. قلت الرئيس النادي اللي انت شايفه أو العرض المالي الأفضل ليا، ولكن أنا يعني أنا من جانبي أنا كلاعب أنا عايز أنضم للنادي الأهلي. وكان نادي الزمالك عرض أموال برضو على رئيس النادي دي لإتمام الصفقة، لكن أنا قلت لهم برغبتي الشديدة إن أنا عايز أنضم للنادي الأهلي، لأنه كان في مشاكل كتيرة في نادي الزمالك وقتها بخصوص الإدارة. وأكدت على رئيس النادي إنه كان عرض النادي الأهلي أقل، فأنا برضو عايز أنضم للنادي الأهلي لأن أنا عايز ألعب وعايز أحصل على البطولات مع النادي الأهلي. أنا مش ندمان تماما على اللعب للنادي الأهلي، ولو رجع بيا الزمن هختار تاني النادي الأهلي، وأنا فخور جدا باللعب ليه. ومارسيل كولر ما ظلمنيش، من الممكن إن أنا أكون قصرت في بعض الأحيان من وجهة نظره وفي بعض الأشياء اللي أنا فعلا عايز إن أنا أعملها. دي أبرز التصريحات الخاصة باللاعب، بنتمنى له كل التوفيق زي ما حضراتكم شفتوا. يعني قندوسي من اللعيبة اللي قدروا يتألقوا مع فريق سيراميكا كليوباترا ويرد في أرض الملعب، وأحب قوي نوعية اللعيبة دايما يا جماعة اللي بترد في أرض الملعب، اللي عارفة قيمة وقدر اللعبة دي. أنا ما بتكلمش، ماليش تصريحات إعلامية، ماليش تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أرد أقول للناس أنا لاعب تقيل، أنا لاعب قوي، أنا لاعب عندي إمكانيات، لكن الفرصة لسه ما كانتش، لكن الظروف ما سمحتليش إن أنا أبين ده مع النادي الأهلي. لكن كل ده بيترجم في الآخر بنتائج، بترجم في الآخر إن اللاعب بينافس على قمة هدافي الدوري المصري حتى هذه اللحظة مع فريق سيراميكا كليوباترا، ولكن بالتأكيد لا يمكن قطع إعارته. هنشوف معاكم خلال الأيام القادمة هل فعلا مستر كولر ممكن يطالب بعودة القندوسي مرة تانية لجدران القلعة الحمراء أم لا. بالتأكيد الإجابة هتكون بعد الانتقالات القادمة.